سعادة النائب فواز الزعبي، أسعد الله صباحك. أهلين. تحياتنا. ولا يهمك ابشر. سعادة ولا يهمني إيش ما ما. ابشر بقول لك. تبشر بالسعد. تبشر بالسعد. كلنا نبشر بالسعد. دائما بتقولوا بأنه والله مجلس 18 حقق أكثر من المطلوب وإلى آخره. طيب المطالبات اللي موجودة بالشوارع بحل مجلس النواب، وإذا سمحت لي يعني ما في عنا مجال لا للإطالة احتراما لوقتك ووقت مستمعينا. تأخذ راحتك. فواز الزعبي كيف يشعر لما يكون في هنالك مطالبات بحل المجلس؟ يا سيدي حل المجلس حق دستوري، وهو حل المجلس بيد جلالة الملك وليس بيد الغير. ولو حل مجلس النواب سيأتي مجلس نواب لا يختلف عن مجلس النواب الحالي أو السابق أو الأسبق. ليه؟ لأنه الذي ينتخب النائب هو المواطن ولا يعين تعيين. الشعب هو الذي ينتخب مجلس النواب وهو من يمثل هذا الشعب. يعني ولكن النائب ليس بيده حيلة، النائب ليس سلطة تنفيذية حتى يقدر يعطي أكثر من ما يراقب ويشرع. بس سلطة رقابية تشريعية رجل، أنت بتحط القانون اللي بتمشي عليه حكومات. نحن لا نضع القانون، الذي يضع القانون ويأتي بالقانون إلى مجلس النواب هي الحكومات. ليش أنتوا كنواب ما لكم حق تقترحوا مشاريع قوانين كمان؟ للأسف 20 عام يعني تمنيت على مجلس نواب من 12 لغاية 18 أن يشرع قانون لمصلحة الوطن. لا حول الله. وهناك تهرب ضريبي 3 مليار سنويا لعشرة بالمية من المجتمع الأردني. طب فقط لا غير، وهم سعادة أبو فراس الدواء وحيتان الغذاء. سعادة أبو فراس الاستيراد والتصدير. يا حبيبنا يا سعادة أبو فراس، مدام قناعتك بأنه من 20 سنة الماضي المجالس هذه كلها فستق فاضي. لا مش فستق فاضي، أنت بتقول ولا واحد شرع ولا واحد عدل. قاعدين في مهاترات في بعضنا البعض وإبراز عضلات أمام الشارع الأردني مشان من هو اللي يكسب الشعبية. شي سلافة غير. شي سلافة البلاط؟ استعراض العضلات. استعراض عضلات. أوكي. طيب. استعراض عضلات وليس بلاط. استعراض عضلات. أنا سمعت معلش عذر السماعات مرة. عاد بجوز إنك. طيب. يعني لا تشعر بالألم لما بيكون في هنالك مطالبات من قبل أبناء الشارع لجلالة الملك إنه يا عمي حلنا من مجلس النواب؟ أنا مع حل مجلس النواب ورحيل الحكومة وحكومة انتقالية وتعديل قانون الانتخاب أفضل مما عليه الآن. هيك موقفك نائب فقط لا غير، ولكن لا يأتي القانون الجديد بكوتات أو بفئات من المجتمع. يأتي قانون عصري يخدم الشعب الأردني كافة. نحن من سنة 88 ونحن ننتخب على قوانين مؤقتة وليس هناك قانون دائم يخدم المجتمع الأردني. أشكرك جزيل الشكر سعادة النائب فواز الزعبي، كل التحية والاحترام.